السلام عليكم مشاهدينا الكرام، رمضان مبارك سعيد، وكنتمنى يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر. وباش ما تمنيتو، اليوم غادي نقدمو الكغاتان بالكفتة والبطاطا. كنحتاجو الكفتة اللي كنكونو صوبناها بشوية ديال البصلة، شوية ديال القزبر مقطع، شوية ديال الكمون، شوية الملحة، شوية ديال الإبزار. كنحتاجو لاصوص بيشاميل اللي حضرناه، يكون شوية خفيف، كنديرو فيه معلقة ديال الزبدة ومعلقة ديال الطحين ونص سترو ديال الحليب. كنحتاجو البطاطا اللي قطعناها على شكل دوائر وسلقناها نص سلقة، والفخوماج احمر. وغنبداو على بركة الله في تحضير الطبق ديالنا. كنبداو نصفو البطاطا ديالنا على هذا الشكل. من بعد ما استفنا البطاطا في الجوانب وفي القاع ديال الإناء، غادي نعملو الكفتة. كنديروا البطاطا ما بين جوج كرات ديال الكفتة على هذا الشكل. من بعد ما استفنا الكفته والبطاطا على هذا الشكل، كنكبوا لاصوص بيشاميل. ومن بعد كنديروا الفرماج من الفوق. غراتان كيبغينا نديرو فيه الفرماج بزاف باش كيجي زوين. وهاد الأكلة سريعة ديال التحضير، ما كتاخذيناش بزاف ديال الوقت. بالنسبة للسيدات اللي كيكونوا خدامين وكيجيو في العشيات كيوجدوا الفطور، دونك هادي غادي تجيهم سهلة، ما كتطلبش بزاف ديال الوقت وما فيهاش بزاف ديال المقادير. ونتلاقاو من بعد ما طيب الغراتان ديالنا. مشاهدينا الكرام، ها هو الكغاتان بعد ما جبدناه من الفران، كيجي لذيذ وساهل وبمقادير اقتصاديه.
كنقول لكم بالصحة والراحة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.